استاذ احمد بيشرح لنا بالتفصيل اهو بيبقى بالشكل ده كده اهو. وثبتت يعني بص ما صوت التكه اهو بالظبط كده فين اهو لما تيجي تفكيها مجرد ما بتعملي كده اهو كده اهو خلاص كده خرجت معاكي ما شاء الله محكمه. والميزه كمان اللي اقدر اقدمه لحضرتك ان المنتج ده وحضرتك بتعملي عمليه الشطف وعمليه العصر الوش ده مش هيطلع معاكي مش هيتشال ولو طلع معاكي تعالي هاتي المنتج واجيب لك احسن منه. جميل جدا وشايفين الجردل كيوت قوي مش هياخد مساحه عندك في البيت خالص ولا حتى تقيل واحنا ماشيين بيه بقى الشقه كلها مش هيكون تقيل علينا. الطبه برضو نركبها برضو عشان الميه اللي حطيناها ما تخرش. الطبه دي مهمه جدا. هي مهمه جدا اوعي تنسيها اوعي تضيع مني لو ضاعت منك البغدادي موفرها لك بكميات. لو ضاعت مش هنقلق بقى خلاص مش هنرمي الجردل كله عشان خاطر الطبه. لا انا عندي عملاء كتير جدا جابت المنتج ده من مكان تاني سايبين الجردل بقاله اكتر من سنه مش لاقيين الطبه دي. طبعا.